شلون أقول هاي العبارة مثل الأمريكان؟ Let's go. هاي العبارة تتكون من أربع كلمات: I got to go. معناها تتكون من أربع نغمات، كلمة الوحدة تمثل نغمة. خلي نبلش نقلص نغماتها حتى تصلح للمحادثة اليومية. قبل ما نبلش لازم نعرف بأنه هاي العبارة قلنا من أربع كلمات، كلمتين بيها مهمات وكلمتين غير مهمات. الكلمتين المهمات هن الأفعال الجات والجاو، والكلمتين الغير مهمات هن الضمير I وحرف الجر to. هذا معناه يتم التجديد على الكلمات المهمة وعدم التجديد على الكلمات الغير مهمة. هذا هو ما يسمى بتجديد الكلمة. هسه خنبلش من صدق. الكلمة جات تنتهي بحرف تي وبعدها اكو كلمة تبدي بحرف تي، اذا التي مال كلمة جات يلغي ويتم نطق حرف التي مال كلمة تو بمكانه، اذا يصير نطق الكلمتين بعد الدمج هو got to. كلمة تو هي حرف جر يعني كلمة غير مهمة، لذلك يتغير صوته من و الى شوا ت ت. اذا حرف التي مال كلمة تو صار واقع بين صوتين، صوت ال آ مثل كلمة صوت كلمة father اللي هو صوت كلمة got، وواقع بين صوت الشوا مال كلمة تو. اذا صوت هذا الحرف ينقلب الى د خفيفة او ر خفيفة بالكلام السريع، جارة جارة. الكلمة جات هي من مقطع واحد يتوسطها صوت الا ومنتهية بحرف تي. حرف التي يتضاعف والسبب لان تم دمج صوت التو الشوا وهي كلمة got. بعدك ما فهمت ليش تضاعف التي؟ مو انا هسه افهمك. بالمدارس مو ماخذين الكلمات من مقطع واحد، الافعال اللي من مقطع واحد ورد اضيف لهن ing يتضاعف الحرف الاخير مالتهن اذا مسبوق بعلة، فهي نفس الشي. الجوت واحد يباع لها تنتهي هي مقطع واحد وتنتهي بحرف تي ساكن. زين انا من جبت صوت علة دمجته وياها دمج كأنما شلون فكرة الاي ان جي مو تبدي بعلة اللي هو اي والضعف الساكن الاخير مالتها، هاي نفس الشيء. من جبت الشوا حطيتها دمجت ويا الجوت يتضاعف التي. هذا هو واضح هسه؟ ماشي. عين هسه تم معالجة نغمات العبارة بنجاح، يعني صارت هاي العبارة تصلح بأن تكون متحدثة بالمحادثة اليومية الأمريكية، يعني تحولت من أربع نغمات I got to go إلى ثلاث نغمات I gotta go I gotta go I gotta go. هسه صار واضح إحنا كمتعلمين أغلبنا ما يفهم كلام الأفلام، والسبب لأن يعني عبارة معينة نتحدثها بعدد من النغمات، المتحدثين الأصليين يتحدثون هاي العبارة بعدد آخر من النغمات ودائما يكون أقل. يعني الفكرة هي فكرة فرق النغمات، هو هذا اللي يخلي عندك خلل، هو هذا اللي يخليك ما تميز العبارات اللي هم يحجوها. هن نفس العبارات اللي مرات عليك ودارسهن وتعرف حالات النحوية، لكن يا أخي ليش ما نفهم؟ السبب فرق النغمات، لا فرق بالنحو مثل ما تتصور. تقول ذولا مثلا تجيك أفكار شنو ذولا عندهم غير قواعد نحو اللي درسناهن، شنو ذولا يبلعون الكلام، ماكو شيء اسمه بلع كلام وإنما تقليص نغمات. وهذا التقليص هذا ما أجى بشكل عشوائي أو كيفي مثل لهجاتنا العربية، هذا اجى حسب قواعد لهجة. هذا هو فرق الانجليزية عن العربية، لهجتهم اجت حسب قواعد مو مستنبطة او كيفية الى اخره. هذه هي الفكرة. ويمكن تتصور بانه انا جبت الفيديو طول وعرض بس على مود الفظ هاي العبارة، الهدف والغاية مو على مود الفظ هاي العبارة بقد ما هو على مود اوصل لك قواعد اللهجة. كون بالعكس ما تنزعج، ما تقول الفيديو صار طويل عريض، تحط سجل وتبدأ تسجل هاي القواعد المهمة اللي تخليك تفهم كلامهم أثناء ما تقوله، مو بس تردد بيه بدون فهم. فتحضر سجل، وأنا مشروعي هو أنا أقدم لك قواعد اللهجة أو قواعد الأصوات بتطبيق مباشر سواء على الكلمات أو على العبارات. فاستغلها وحضر سجل وابدي افهم وابدي من رايح صير متعلم حقيقي، تعلم اللغة الإنجليزية صح. بالتوفيق.